عمر عمر يلا حبيبي اصحى النهاردة أول يوم في الدراسة عشان تشوف أصحابك يلا اصحى بقى. إيه يا ماما خلاص صحيت صباح الخير يا ماما. يلا يا حبيبي عشان تفطر قبل ما تروح المدرسة. إيه يا ماما هغسل وشي وأغسل أسناني وأجي أفطر على طول قبل ما أنزل وأروح المدرسة. يلا يا حبيبي عقبال ما تفطر اكون انا حضرت لك اللانش بوكس بتاعتك والكوكيز اللي هتاخده لاصحابك عشان حفله العام الدراسي الجديد <applause> عمر يلا يا حبيبي الباص جه يلا انزل بسرعه ايوه يا ماما انا نازل اهو مع السلامه اشوفك على خير ان شاء الله مع السلامه يا حبيب ماما خلي بالك من نفسك وركز في دروسك <applause> صباح الخير يا حسن يا حبيبي كل سنة وانت طيب وان شاء الله يكون عام دراسي سعيد عليك وعلى كل الطلبة ان شاء الله يا عم عبدو ازيكم يا حبايبي كل سنة وانتم طيبين يلا بقى كل اللي جايب معي حاجة لأصحابه يحطها على الترابيزة عشان كلكم تاكلوا مع بعض سلمى خدي الدوق الكوكيز اللي ماما عاملاه الله طعمه حلو قوي يا عمر دو بقى يا اصحاب الكاب كيك اللي مامي عاملاه هيعجبكم قوي يلا يا عمر يلا يا نادين دوق العصير بقى اللي مامي عاملاه العصير طعمه جميل قوي يا ليلى يلا يا حبايبي قدامنا خمس دقايق والجرس هيضرب علشان كل واحد يدخل على فصله يلا يا الجرس ضرب كل واحد على فصله الورد الجميل ده يا فريدة شكله حلو قوي ده ورد جايباه لميس نورة عشان انا بحبها قوي فضلي يا ميس نورة الورد ده لحضرتك الله شكرا يا فريدة يا حبيبتي اتفضلي ادخلي الفصل يلا يا حبايبي كله يدخل الفصل وانا هدخل انظمكم واعرف كل واحد مكانه يلا يا حبايبي هنجي على واحد واحد يجيب كراسته عشان ما نعملش تجمعات اتفضلي ميس ايمان كراستي فهمتي الدرس يا منى يا حبيبتي ايوه يا ميس اروح اعمل الواجب على طول يلا يا حبايبي البريك نطلع بالراحة وواحد واحد ونبعد عن بعض ونغسل ايدينا قبل الاكل وبعد ما نخلص نغسل ايدينا ونحط الكحول. غسلت ايدك قبل ما تاكل يا علي؟ ايوه يا ميني وكمان حطيت عليها كحول وماما كمان لفلي ساندويتش في منديل ازيكم يا ولاد؟ كل سنة وانتم طيبين، انا ميس ميرفت وهديكم السنة دي مادة الرسم، يلا طلعوا السكتش بتاعكم والالوان. هنرسم ايه يا ميس؟ النهارده الحصة اختياري، كل واحد يرسم اكتر حاجة هو بيحبها. إيه انا أشتري الالوان بتاعتي حياة حياة، ممكن الون معاكي تديني الوان من معاكي كله يحضر نفسه ويلم حاجته عشان الجرس هيضرب وهنروح أهم حاجة التباعد وإحنا نزلين يا ولاد ياه أخيرا جه الويك إند أروح أفكر بابا بالوعد اللي وعدوني قال لي هوديك إنت شكرا تيتا فصحى جميله قوي ايه رايكم بقى يا اصحابي في قصه العلم الدروس